فالرب أمر نوح أنه يبني فلك، وطبعاً يمكن البناء أخذ نعرفش قديش المدة، بس أنه كان لمئة سنة أو أكثر من مئة سنة كان بيكرز للناس. في تقديرات أبحاث كثيرة طبعاً الكتاب المقدس ما حددناش المدة، بيقولوا من حوالي 20-30 سنة أخذ المشروع ده، لكن طبعاً دي تقديرات وأبحاث مفتوحة، بمعنى أنها مش مقننة بكلمة الله الصادقة. أنا بتكلم من عمر نوح لما كان 500 سنة، ولما بسنة 600 أنه الله طلب منه بالزبط. يعمل كان في فترة كافية جداً أنه الناس تسمع عن أن الله بيدين العالم بالطوفان، وأن في وسيلة للغفران، وسيلة للنجاة، وهي فلك نوح. طبعاً يعني الناس وكلياتنا بنتساءل، طيب كل هالضخامة، يعني احنا فتنا على الفلك، واللي استغربته أنا لما فتنا على الفلك وكانوا عاملين رامبس وعاملين يعني كل التسهيلات عشان الناس تدخل، لكن اللي لاحظناه أنا وإنت إنه كان الناس بالآلاف داخل الفلك، يعني زي ما أنت بالحلقة اللي مضت قلت بيسع ملعب كرة قدم أو ملعب ونص أكشلي أكتر يعني. فلما تتكلم على 300 ذراع طول قديش يعني بالأمطار، 135 متر مثلا، 100 حوالي 37 متر. فكان في آلاف موجودين بيتحركوا جوه الفلك بجانب كل الإكزيبتس، كل الأقفاص اللي موجودة، وكل النماذج بتاع الحيوانات الموجودة. فقصدي نقول ان الفلك ده كان حاجة كبيرة قوي قوي قوي.